صباح الخير مشاهدينا الكرام، مع إشراقة شمس يوم جديد بنبدأ معاكم حلقة جديدة وبرنامج هذا الصباح معاكم من الآن وحتى العاشرة، مجموعة من الفقرات والتقارير والحوارات اللي بنتمنى أنها تنال إعجابكم بإذن الله. يوم جديد مليء بالأمل والسعادة والتفاؤل. من الموضوعات اللي هتكون معانا النهاردة، الرئيس بيشهد افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات، ومعانا الدكتور أحمد فوزي هيكون ضيف في الاستوديو النهاردة، وهو أستاذ بقسم بحوث القمح بالمركز القومي للبحوث الزراعية. شبكة CNN بتضع القاهرة ضمن أفضل المقاصد السياحية لعام 2023، وهيكون معانا دكتور حسام هزاع عضو الاتحاد العام لغرف شركات السياحة، ده بجانب طبعا فقراتنا الثابتة. هنبدأ معاكم أولى فقراتنا في هذا الصباح بعد الفاصل، وفقرة كلها حيوية ونشاط، فقرة أيروبكس. صباح الخير، معكم كابتن احمد جمال. هنعمل دلوقتي تمارين كارديو لزياده قوه التحمل، تعملها في البيت او النادي او اي مكان. نشوفكم بعد الفاصل. اول تمرين معانا يكون نط الحبل بس بدون حبل. لو عندك حبل هتعمله بحبل عادي، لو ما عندكش هتعمله بنفس الشكل ده، من 30 ل 60 ثانيه. هنخلص وناخد راحة 30 ثانية ونعمل جامبنج جاك بالشكل ده. هنعمله 30 عرض. ثالث تمرين معانا هيكون اي مي. رابع تمرين معانا بالشكل ده، فاست فود شفل. هنعمل 30 ثانية بسرعة و 30 ثانية واحدة واحدة. خامس تمرين معانا بالشكل ده، طبعا ما ننساش الراحة ما بين المجاميع. اخر تمرين معانا ماونتن كلامبر. وهننهي التمرين بالبلانك، شد بطننا ونثبت. نثبت أقصى وقت نجيبه. وبكده خلصت تماريننا، يا رب تكونوا استفدتوا، ونشوفكم الحلقة الجاية.
أهلا بكم، وهذه الفقرة وجولة إخبارية وأهم التقارير وأهم الأخبار وآخر المستجدات على الأحداث. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة والاستفادة من مخزون المياه المتوفرة في منطقة شرق العوينات، وجاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات موسم حصاد القمح بشرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد. أتصور إن إحنا محتاجين نتأكد إن أولاً بالنسبة لشرق العوينات إن إحنا المخزون المية الجوفي اللي إحنا بنستخدمه في الري هنا سواء للمنطقة المزارعة عليكم أو للمستثمرين دي بيتم التعامل معها طبقاً للمعايير اللي تحافظ على هذا المخزون لأكبر فترة ممكنة. أنا بتكلم هنا على استخدام المية بشكل رشيد جداً دون هدر في الزراعة. وقال الرئيس السيسي إن الدولة المصرية تسعى لجذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة. المشوار الكبير اللي هو كان محتاج والصعب زي ما الدكتور مصطفى بيقول كده احنا خلصناه دلوقتي، بقت الكلام ده متاح. طب متاح بس بالشروط. يعني ايه الشروط بقى؟ ان انت تحافظ على ان حجم الاراضي بالدورة الزراعية اللي بتخدم على المحاصيل الاستراتيجية هنحترمها، عشان ما يبقاش النهارده ال 700,000 فدان اللي بنتكلم عليهم دول يتزرعوا بقى ب 20 30 محصول مثلا على خلال الموسم. لا، احنا بنتكلم على حاجات محدده محتاجينها عشان يتم الاستفاده منها للسوق المصري او كمنتج استراتيجي. قمح احنا بنستورد منه كميات ضخمه جدا جدا، وكل ما بنقلل في الفجوه ديت كل ما بنأمن استخدامنا لهذا المحصول الاستراتيجي المهم. كما أشاد الرئيس السيسي بما تم تحقيقه في وادي الشيح، حيث تم زراعة 10,000 فدان بتقع في محافظة أسيوط، على الرغم من التحديات التي تمثلت في الأساس في عدم خصوبة التربة. على ان انتوا زرعتوا في وادي الشيح، لان وادي الشيح كان على مدى السنين اللي فاتت كان يصعب الزراعه فيه. عملتوا ايه؟ هو كان تحدي كبير يا فندم، بس الحمد لله بتوفيق ربنا ودعم سيادتك وجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه مع القطاع الخاص قدرنا نتغلب على مصاعب الارض من حجاره وصعوبه ارض، وعملنا احدث شبكه راي باستخدام احدث نظم في العالم بمحطات الارصاد باجهزه حساسات ميه في الارض عشان نرفع كفاءة استخدام المياه ونحافظ على المياه يا فندم. أنت عارف يا جمال أنا بسأل السؤال ده ليه؟ عشان أقول للناس إن اللي نجحوا هنا في مزرعة وادي الشيح 10,000 فدان، مش كده؟ أيوه فندم. ال 10,000 فدان دول ده مستثمر مصري هو اللي دخل بتقنية مختلفة وقدر يقول إن أنا رغم إن الأرض دي قد لا تكون صالحة للزراعة في أسيوط، لكن انا هزرعها، مش كده وليد؟ مش كده؟ تمام يا فندم. والحمد لله رب العالمين، مش كده؟ وزرع محاصيل تاني. فانا بهنيكم على المزرعه دي بالذات. ليه؟ لان هو الدلاله بتاعت الموضوع ايه؟ ان دايما ما دام في اراده وفي اصرار وحتى والعلم دايما بيخدم على امور قد لا تكون نراها كثيرين ان هي يعني المزرعه دي بالذات انا بتكلم تحديدا 10,000 فدان في اسيوط على مدى سنوات طويله كانت الاجراءات اللي بتتعمل مش قادره تنجح الفكره. جه مستثمر قال انا هنجح لكم الفكره هنا وانا هزرعها، مش كده توفيق؟ تمام. فانا بهنيكم على ده يا جمال وكملوا، لان ده اولا فرصه عمل كويسه لشبابنا في اسيوط ان هم يبقى في أراضي تضاف للعمل والناس تيجي تشتغل فيها. ثم زي ما بقول هي ما كانتش أبدا من منظور إن هي تخش الخدمة وتشتغل، فأنا بهنيكم متشكرين يا جمال. شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا فندم. شكرا. وخلال احتفالية موسم حصاد القمح أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي توريد أكثر من 2,000,000 طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم. بالنسبة للمواسم
بالنسبه للوضع حتى هذه اللحظه، احنا النهارده وصلنا الحمد لله تعدينا 2 مليون. لما ابتدينا البرزنتيشن واحنا كنا في 8.5 كان 1.4، الحمد لله النهارده وده برضو خبر عظيم جدا تعدى الكميه التي تم توريدها لوزارة التموين 2 مليون طن، واحنا تقريبا في نص الموسم يعني 15 يونيو يبقى برضو متوازن، فاحنا المستهدفينه في هذا العام 4 مليون طن. انا بس بتكلم على ان النهارده معنى صح تم تدبير حوالي 21 مليار جنيه تم صرف حقيقة، وانا بتكلم مع حضرتك 18 مليار جنيه للسادة المزارعين. وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع انتاج البطاطس بشرق العوينات حيث استمع الى شرح على ماكيت تناول مكونات المشروع والعملية الانتاجية والطاقة التخزينية. انتقل الرئيس السيسي الى موقع زراعة وحصد البطاطس التي يتم توريدها الى مصنع انتاج البطاطس، حيث شهد مراحل جمع المحصول واستمع الى شرح من مسؤول الشركة عن المساحات المنزرعة ومراحل انتاج المحصول. كما استمع الرئيس الى شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير حول مشروع زراعة محصول عباد الشمس الذي يستخدم في إنتاج الزيوت وإنتاج مصر من المحصول، وتنفيذ توجيهات الرئيس بتقليص معدلات الاستيراد وزيادة المنتج المحلي من الزراعات والمحاصيل الاستراتيجية. وفي مستهل جولة تفقدية توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع العاملين بمصنع إنتاج البطاطس شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، ويعد مشروع شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب مصر لزراعة القمح بمساحة تتجاوز 186 ألف فدان. وتقع منطقة شرق العوينات في الجزء الجنوبي الغربي لمصر على بعد 365 كيلو متر جنوب واحة الدخلة بمحافظة الوادي الجديد على بعد 500 كيلو متر من بحيرة ناصر، حيث التربة الغنية والخالية من الملوثات ما يجعلها مثالية، وتبلغ مساحتها 528 ألف فدان مقسمة إلى قطع نصفها موزع على شركات زراعية تنتج محاصيل متنوعة تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويا. قال المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان إن الجلسة الأولى للمحور السياسي كانت بناءة للغاية وغير مسبوقة، إذ لم يحدث أن جلست كل التيارات للحديث عما تختلف فيه بهذا الشكل. جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي للحوار الوطني، والتي تناقش النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وذلك بمشاركة واسعة من كافة الأحزاب والقوى السياسية. نتابع. مرحلة جديدة نحو الجمهورية الجديدة وتبادل الرؤى المختلفة بدأت مع الجلسات النقاشية للحوار الوطني في المحور السياسي، حيث تم تخصيص الجلسات النقاشية لتناول قضايا النظام الانتخابي لمجلس النواب والقضاء على التمييز بكافة أشكاله. أهم قضية على الإطلاق هي حقوق الإنسان. ليه؟ لأن حقوق الإنسان بتعني أن كل إنسان ياخد نفس الفرصة وياخد نفس الاهتمام، ولو كدولة مشينا على نهج حقوق الإنسان لن يسقط أحد منا، لن نترك أحد ورانا، هيبقى كل واحد متشاف وحاسين بيه وبنساعده إن هو ياخد حقوقه. النهاردة الفرصة أكبر من أي وقت مضى على تاريخ مصر إن احنا ننفذ حقوق الإنسان، لأن أخيرا المجتمع المصري اعترف إن حقوق الإنسان أجندة وطنية وليست أجندة غربية. العملية الحوارية ليست حوارا سجاليا بين رؤى متنافسة ومتناقضة، بل تهدف لوضع مخرجات الحوار الوطني التي تضمن حق الجميع في هذا الوطن دون تمييز. أعتقد أنه آن الأوان أننا نعمل المفوضية العليا للقضاء على التمييز، لأن هو ده اللي هيحسس كل مواطن ومواطنة انهم متساويين في البلد ويعمق الانتماء للبلد.
كما ناقشت إحدى الجلسات النظام الانتخابي لمجلس النواب من أجل جمع الآراء المختلفة للتوافق على فكرة القوائم والمزج بينها. احنا بنحاول ان احنا نتوافق شوية على نظام القوائم، هل نشتغل بنظام القوائم المغلقة زي ما احنا شغالين والنظام الفردي، ام ان احنا نحاول ندخل نظام القوائم النسبية مع نظام القوائم المطلقة مع ايضا النظام الفردي، يعني نمزج ما بين الثلاث أنظمة. وعن أهمية وجود المجتمع الأهلي ودور الدولة والمؤسسات وأهداف لجنة النقابات دار نقاش جاد في جلسة تحديات التعاونيات. العمل الأهلي هو مكمل لعمل الدولة، وبالتالي طالما مكمل ان احنا لازم نهتم به، ولازم ان احنا كمان نديله دفع للأمام خلال المرحلة اللي جاية. احنا محتاجين في ظل الظروف اللي احنا عايشينها دي ان العمل الاهلي يبقى له دور، لانه بيساعد كتير، لانه برضه موجود في الشارع مع الدوله. استكمال الجلسات النقاشيه للحوار الوطني مسؤوليه مشتركه بين جميع المشاركين لاعلاء المصلحه العامه للمواطن المصري وللدوله المصريه. بدات الجلسات النقاشيه للحوار الوطني في المحور السياسي، وذلك بتسليط الضوء على قضيه النظام الانتخابي لمجلس النواب، وكذلك قضيه القضاء تماما على التمييز في كافه اشكاله، وذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزه الحزبيه والسياسيه والعامه، ومناقشه الاطروحات والرؤى المختلفه والوصول لحلول لهذه القضايا. من مقر الحوار الوطني، نشوى صالح، النيل. وعلى هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني، أكد دكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري مساعد رئيس مجلس الوزراء السابق أن جلسة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية أهم ما جاء فيها هو الجمع بين الآراء المختلفة، وهناك مناقشات جادة بين ممثلي الأحزاب والسياسيين للوصول إلى توافق بين جميع المشاركين. تفاصيل أكثر في الحوار الذي أجراه أحمد فؤاد. ما زلنا مشاهدينا الكرام معكم نرصد فعاليات جلسات الحوار الوطني التي انطلقت اليوم لتناقش عدد من القضايا التي تهم المواطنين، ويشارك فيها ممثلين عن كافه فئات المجتمع المصري. معنا الدكتور عبد الله المغازي استاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس مجلس الوزراء السابق، بنرحب بك يا دكتور. اهلا يا فندم بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. يعني حضرتك مشارك في جلسه النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستوريه ضمن فعاليات جلسات المحور السياسي، اهم ما تم نقاشه في هذه الجلسه حتى الان، وما تهدف اليه الجلسه ايضا من مناقشه؟ بص، هي اهم ما في الجلسه ان احنا جميع الاراء المختلفه اللي هي بتتكلم على النظام الانتخابي الامثل لمجلس النواب، كل الاراء موجوده، يعني الراي والراي المخالف ليه. احنا بنحاول ان احنا نتوافق شويه على نظام القوائم، هل نشتغل بنظام القوائم المغلقه زي ما احنا شغالين والنظام الفردي، ام ان احنا نحاول ندخل نظام القوائم النسبيه مع نظام القوائم المطلقه مع ايضا النظام الفردي، يعني نمزج ما بين الثلاث انظمه. فحاليا الحوار شغال على هذا النقاش، على فكره القوائم، المزج ما بينها، شايفين اراء مختلفه سواء احزاب سياسيه او شخصيات عامه، الكل بيقول رأيه بحرية تامة. في بعض النقاشات وبعض الحوارات الساخنة، وده أمر طبيعي جدا لأن احنا بالتأكيد مش كلنا أراءنا واحدة. ويعني أنا مبسوط جدا بفكرة الحوار، مبسوط إن احنا على أرضية وطنية بنختلف على أرض الوطن، وبالتالي دي حاجة أنا يعني كواحد من الشباب سعيد جدا بيها وسعيد بالاختلافات، لأني بالتأكيد مش كلنا أصحاب رأي واحد في نظام أو في قانون أو إلى خلاف. وجود هذا الحشد الكبير من المشاركين بيمثلوا كافة الأطياف السياسية والقوة المدنية والحزبية، يعني كيف ترى هاما لرسم ملامح الجمهورية الجديدة ويعني إثراء ثقافة الحوار؟ بص، هو بالتأكيد أن ثقافة الاختلاف لازم ننميها على ارض الوطن، يعني انا مش عاوز اني زي ما البعض بيدعي يقول لك ايه، انا عشان اقدر اقول رايي لازم اطلع بره، الكلام ده مش صحيح. احنا عندنا داخل القاعه بنتحاور، احزاب سياسيه ارائها متعارضه مع بعض، شخصيات عامه ارائها متعارضه مع بعض، وعلى الرغم من ذلك احنا بنتناقش داخل قاعه واحده في مساحات مشتركه، زي ما عنوان الجلسه في مساحات مشتركه ما بيننا نقدر نتناقش، حتى ولو كان في اختلاف احنا عاوزين نوصل للانسب والافضل. فالجمهوريه الجديده معناها ان هي تتسع الجميع، تتسع الاختلافات، وهو ده اللي احنا شغالين عليه، وهو ده اللي احنا بنقوله بمنتهى الحريه داخل القاعه، وحتى لو حصلت
بعض المشادات، بعض الحوار الساخن، ده أمر طبيعي، ده بيحصل داخل نقاشات الأسرة الواحدة، فما بالك بالاختلافات على أرضية الوطن. فيعني نأمل إن شاء الله بإذن الله، وأنا شايف إن هي جلسة ناجحة بالفعل. يعني كيف تنقلون نبض الشارع المصري داخل جلسات الحوار؟ إحنا النظام الانتخابي ده هو الأصل منه إيه؟ أنا لو أنا شايف إن النظام الانتخابي الموجود حالياً مش قادر يعبر قوي، يخلي البرلمان يعبر قوي عن المواطنين سواء في تشريع او في رقابه على الحكومه، يبقى اذا لابد ان اوصل الى نظام انتخابي يقدر يوصل بنبض الناس الى قاعه البرلمان، يبقى في محاسبه للوزراء، بيبقى في محاسبه للحكومه، وبالتالي يقدر يعبر عن نبض الشارع وينسجم ده في صوره تشريعات، في صوره رقابه تنعكس على حياة المواطنين بصورة إيجابية. تمام، بشكرك جدا دكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس مجلس الوزراء السابق، وتمنياتنا بالتوفيق لحضرتك. شكرا يا فندم، وأتمنى إن شاء الله بنجاح الجلسة إن شاء الله. شكرا جزيلا. أكد مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني زكي القاضي أن مشاركة لجنة الشباب يأتي ضمن عمل اللجنة للتحضير لجلستهم المرتقبة ضمن الحوار الوطني، وأن الشباب لديهم كوتا للمشاركة في الحوار الوطني من بينهم ممثلي الأحزاب والسياسيين للاستماع لكافة الآراء. مشاهدينا الكرام، زلنا معكم نرصد أجواء وفعاليات جلسات الحوار الوطني التي انطلقت اليوم الأحد بمشاركة ممثلين عن كافة فئات المجتمع المصري لمناقشة قضايا كثيرة تهم المجتمع المصري الوصول إلى توافق ورؤى بشأنها. وفي لجنة الشباب التي ستعقد الأسبوع المقبل هناك العديد من الأعضاء الذين حرصوا على التواجد اليوم للاستماع إلى الجلسات وأهم ما تم طرحه من نقاشات وأطروحات مختلفة. من ضمن شباب أعضاء لجنة الشباب في الحوار الوطني الأستاذ زكي القاضي المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، برحب بك يا أستاذ زكي. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، أهلا وسهلا. يعني حرصك على الحضور اليوم كمستمع رغم أنه يعني لجنة الشباب فعالياتها ستكون الأسبوع المقبل، لكن أنت حرصت منذ اليوم الأول انطلاق الحوار الوطني وجلسات الحوار الوطني على المشاركة، شايف قد ايه حجم المشاركة وهذا التواجد من فئات مختلفة تمثل أطياف المجتمع المصري والتيارات السياسية؟ طيب خلينا نؤكد في البداية ان لجنة الشباب هي لجنة متداخلة مع 19 لجنة الموجودين في الحوار الوطني، وبالتالي حضور اليوم هو جزء من عمل لجنة الشباب، لان النهاردة لما بشوف لجنة التمثيل النيابي وهي بتتكلم عن قوانين الانتخابات والنظم الانتخابية هي في قلب ذلك الشباب، لان الشباب ليهم كوتا في الدستور والقانون المشاركة في الانتخابات، وهم قوام الأحزاب السياسية وهم قوام الشخصيات العامة والمستقلة في الدولة المصرية، وبالتالي كان حضوري النهاردة عشان متابعة آراء القوى السياسية والحزبية، لأن ده هنستفيد منه بإذن الله في عملنا في لجنة الشباب. ده في السياق الأول. السياق الثاني إن آراء الحضور النهاردة وتباينهم هو ده اللي بنطمح بإذن الله في تحقيقه داخل لجنة الشباب وداخل لجان الحوار الوطني. لما بشوف رأي من أقصى اليمين لأقصى اليسار ولدينا هذه الأريحية في الطرح ولدينا يعني تجاوب تام من المقرر والمقرر المساعد من الدكتور ديار شوان المنسق العام وكذلك من المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية، كل ده بيؤكد على أن الحوار الوطني سياقه العام هو مفتوح على الجميع، حوار منفتح على الجميع، بمعنى أنه حوار يستقبل كافة الآراء، ليس لدينا خطوط حمراء، لدينا شفافية كاملة، لدينا تجرد كامل. النهاردة حضوري هو جزء من عمل لجنتي، لأن النهاردة لما أنا بسمع كافة الآراء بعض من الحضور اليوم سيحضرون معي لجنة الشباب، لأن جزء النهاردة بعض الأحزاب بعتت شباب ممثليهم يتكلموا عن رؤيتهم في قوانين الانتخابات والنظم الانتخابية، وبالتالي هؤلاء الشباب هم لما يجوا يتكلموا عني عندي ملف أنا مهم جدا في لجنة الشباب اسمه التمكين السياسي للشباب. إحنا مش هنخرج بره هذا الإطار الخاص بتمثيل النيابي والمحور السياسي عموما، لابد أن نستمع لهذه الآراء، طرح هذه الآراء بحيادية وبشفافية. إحنا في الأول والآخر بنبتغي المصلحة العامة، بنبتغي سماع كافة الآراء، لدينا رؤية شخصية ورؤية تتوافق مع رؤية الحوار الوطني بتقول إن الجميع مرحب به طالما لدينا اعتراف بالدستور ولدينا اعتراف بالسلطة القائمة. هذا الأمر هو السياق العام الذي يحدد عملنا بإذن الله. الجلسة النهاردة كانت عنوان للحوار الوطني، ونتمنى إن بإذن الله في حال انعقاد لجنة الشباب في الأسبوع ده أو الأسبوع اللي بعده يكون برضو هذا هو النموذج اللي احنا بنبحث عنه، نستمع لكافة الآراء بريحية شديدة بشفافية شديدة، نسعى لوضع اطروحات وتوصيات ترفع لمجلس الأمنة تكون ممثلة للحضور وفي النهاية تحقق نتائج تفيد المواطنين. تمام، شايف قد ايه هذا الحوار هام في
يعني نقل نبض الجماهير المصرية، الشارع المصري، مناقشة أهم القضايا الموجودة في أولويات اهتمامات المواطن. هذا حوار يتوافق مع مطالب المواطنين بشكل أساسي. السادة الحضور اليوم في لجنة حقوق الإنسان ولجنة التمثيل النيابي وأيضا لجنة النقابات والمجتمع الأهلي يتحدثون عن مطالب المواطنين، يعني حينما يطرح بعض الأعضاء قائمة نسبية فهو يبحث عن النواب الذين يمثلون المواطنين، فهو يبحث عن نظم انتخابية جديدة. النائب الذي يدعم القائمة المغلقة المطلقة هو كذلك أيضا يدعم مطالب المواطنين. هنا هذا الخلاف هو في المصلحة النهائية، يبتغي إرضاء المواطنين. لدينا في لجنة الشباب وفي 19 لجنة الأخرى لجان تتعلق بالإصلاح المالي، بالدين العام، بالأسعار، بالغلاء، كلها لجان تخدم المواطنين. الحوار الوطني اليوم هو حوار شعبي، ليس حوار نخبوي، ليس حوار إعلاميين وسياسيين، لكنه حوار يستهدف المصلحة العامة. وبالتالي كل المواطنين اللي يسمعونا هيلاقوا المتطلبات اللي هم قاعدين هم على القهوة وقاعدين في بيتهم وفاكرين ان الطلبات دي ممكن محدش يناقشها، لا، احنا النهاردة قادرين على مناقشتها بمسؤولية شديدة، نراعي معوقات اللي موجودة امام الدولة، ونحاول طرح التوصيات اللي جاية من الحضور والشخصيات والخبراء العام والشخصيات والخبراء عشان نصل لنتائج منطقية تفيد الناس في الاول والاخر، لان هذا الحوار الوطني عليه مسؤولية كبيرة ولديه ضامن رئيسي وحضور رئيس عبد الفتاح السيسي في النهاية. واظن ان احنا باذن الله قادرين على النصل لتوصيات تفيد المواطنين وتخدمهم وترضي طموحاتهم. تمام، اشكرك الاستاذ زكي القاضي المقرر المساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني. شكرا جزيلا لحضرتك والساده المشاهدين. أشار الأستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي إلى عودة التعاونيات مرة أخرى، وأكد على دورها من خلال الاتحادات الستة وتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني من خلال أطر تشريعية تنسق آلية عملها والحفاظ على هويتها، بالإضافة إلى نشر ثقافة التعاونيات في المجتمع المصري من جديد. تفاصيل أكثر في هذا الحوار مع أحمد فؤاد. مشاهدينا الكرام، ما زلنا في جلسات الحوار الوطني التي تعقد الآن في محورها الثلاثة، المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي. في المحور السياسي اليوم جلستان، جلسة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وهناك جلسة حل تحديات التعاونيات وتنظمها لجنة النقابات والمجتمع الأهلي. معنا الأستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي. بنرحب بحضرتك على شاشة النيل. أهلا وسهلا. يعني من ضمن أهداف لجنة النقابات والمجتمع الأهلي هو استعادة قوة التعاونيات من جديد. ما الذي تهدف إليه هذه الجلسة تحديدا اليوم؟ شوف، احنا يعني هو بالفعل التعاونيات للأسف ما بقتش خلال الفترة اللي فاتت، يعني أصابها ما أصاب الجميع، يعني حاجات كتيرة جدا، وبالتالي احنا يمكن لجأنا الفترة اللي فاتت عشان الدولة تساند الناس، كانت بتعمل معارض، بتعمل، هو ده يعني ده الدور من أدوار التعاونيات، وبالتالي احنا محتاجين خلال الفترة اللي جاية ان احنا نستعيد هذا الدور، دور التعاونيات انها بقوة، ودور التعاونيات ما يبقاش في السلع الاستهلاكية بس، لا، يبقى في كل حاجة. احنا عندنا 6 اتحادات للتعاونيات في مصر، فالاتحادات دي متخصصة في كل المجالات، سواء زراعي، سواء اسكاني، سواء استهلاكي، حاجات كتير جدا، وبالتالي لابد ان احنا نستعيد القوة. طيب هل التعاونيات دي عشان نستعيد قوتها محتاجة ايه؟ وخلال المرحلة اللي جاية بالتأكيد محتاجة نغير القانون، بالتحديد محتاجة كمان احدد يعني الدور اللي يقدر يقوم بالتعاونيات او المحاور اللي يقدر يشتغل عليها خلال الفترة اللي جاية. محتاج كمان الاهم احدد اقتصاديات للتعاونيات، عشان خاطر للأسف خلال الفترة اللي فاتت كانت التعاونيات بتخش في مجالات كتير وما تقدرش تكمل نتيجة ضعف الامكانيات. لا، ازاي اشوف امكانيات، ازاي احدد امكانيات هذه الجمعيات خلال المرحله اللي جايه، ده مهم جدا. حتى ثقافه التعاونيات لابد ان احنا ننشرها داخل المجتمع. عندنا الطبقه المتوسطه ويمكن الاقل منها شويه محتاجه دور التعاونيات خلال المرحله اللي جايه، وبالتالي لابد ان احنا ننشر عشان يقدروا يتعاملوا مع التعاونيات ازاي، وازاي نقدر ننمي دورها، وازاي الناس تشارك في جمعيات اللي ما يخص التعاونيات دي، بحيث ان احنا ان شاء الله يكون ليها مردود ايجابي. وجود المجتمع الاهلي مهم جدا، بالاضافه الى دور الدوله طبعا
ويعني كل هذه المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني تساعد الدولة في تحقيق أهداف كثيرة. والعمل الأهلي اهتمت به القيادة السياسية في الفترة الأخيرة وأصبح له دور هام. كيف يمكن تفعيل وجهة نظرك ومواجهة التحديات التي تواجه استعادة دوره بشكل أساسي؟ شوف، العمل الأهلي هو مكمل لعمل الدولة، وبالتالي طالما مكمل ان احنا لازم نهتم بيه، ولازم ان احنا كمان نديله دفع للامام خلال المرحلة اللي جاية. احنا محتاجين في ظل الظروف اللي احنا عايشينها دي ان العمل الاهلي يبقى ليه دور، لانه بيساعد كتير، لانه برضو موجود في الشارع مع الدولة. يمكن اللي ما بتلحقوش من هنا يعني العمل الاهلي، جمعية الاهلي تاخده من الناحية التانية. احنا عايزين ننشط المطلوب في لجنتنا احنا تنشيط دور سواء التعاونيات او الجمعيات الاهليه، لانه المفروض دول لهم دور اصبح لهم دور مؤثر في الشارع، وبيكملوا حاجات كتير جدا وبيساعدوا الناس بشكل كبير جدا. عشان كده لازم نقف معاهم ونسندهم. بشكرك جدا الاستاذ مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمقرر المساعد للجنه النقابات والعمل الاهلي. شكرا يا فندم، شكرا ليك، شكرا لقناه النيل. بيستمر السودانيون ومختلف الجنسيات في العالم في التوافد للمعابر الحدودية المصرية هربا من الصراع المحتدم داخل ولايات عدة في السودان، خاصة في ظل فتح ممرات إنسانية لعبور الوافدين وفقا لاتفاق جدة الأخير. للمزيد من المتابعة عندما لينا من معبر قسطل مراسل النيل أشرف مبارك. أشرف، اطلعنا على الجديد وأهم الإجراءات اللوجستية والصحية النفسية التي يتلقاها السودانيون ومختلف جنسيات العالم العابرين عبر الحدود المصرية. شروة التحية لك ولمشاهدي قناة النيل الأخبار، برحب بكم من معبر قسطل الحدودي. حدث عن أكثر من 80,000 وصلوا إلى الأراضي المصرية من الإخوة السودانيين، هذا بخلاف الجنسيات الأخرى. هناك دعم لوجستي ودعم صحي ودعم نفسي لا يزال يقدم من قبل الدولة المصرية وأيضا مؤسسات المجتمع المدني على أرض الواقع. سوف نجد في هذه الناحية هذه الكرفانات الخاصة بدورات المياه التي تقدمها اليونيسيف بالتعاون مع منظمة المجتمع المدني، يعني يتم حملها على هذه الشاحنات تمهيدا لذهابها إلى المعابر الحدودية وتحديدا معبر قسطل البري. سوف تصعد هذه الشاحنات على العبارة الخاصة بمحافظة أسوان التي تم تدشينها خلال الأمس. يعني هذه العبارة سوف تضاف إلى يعني أسطول العبارات التي تنقل كافة الأشقاء السودانيين من وإلى معبر قسطل الحدودي. هذه العبارات يعني بداية الطريق الخاص بها من منطقة أبو سمبل وحتى يعني معبر حجر أو حتى مرسى حجر الشمس القريب من معبر قسطل الحدودي بمسافة 14 كيلو متر داخل بحيرة ناصر. أيضا هناك لا يزال الهلال الأحمر المصري يقدم المزيد من الدعم النفسي للأطفال خاصة الذين شهدوا ويلات الحرب داخل الأراضي السودانية. هناك نقص كبير في الأدوية في الجانب السوداني، وهناك أيضا الهلال الأحمر المصري يحاول تعويض هذا النقص في الأدوية خاصة للعابرين والقادمين إلى الأراضي المصرية، خاصة فيما يتعلق بأمراض السكر والضغط. أيضا محافظة أسوان ومن خلال كافة أجهزتها التنفيذية قامت بتقديم كافة الدعم اللوجستي في موقف كركر الدولي، هذا الموقف الذي يبعد نحو 50 كيلومتر عن محافظة أسوان وتتوقف به كافة الحافلات التي تأتي عبر المعابر الحدودية المصرية. هناك مطبخ كامل لتجهيز الوجبات بالمجان لكافة الراغبين في الحصول على هذه الوجبات من خلال هذا المطبخ الذي توفره محافظة أسوان. أيضا هناك بعض مؤسسات المجتمع المدني التي تتواجد في هذا الموقف لتوفير السكن اللازم لمن جاءوا إلى الأراضي المصرية سواء من السودان أو من مختلف دول العالم. أيضا من يرغب في الذهاب إلى أي محافظة أخرى، هناك وسائل مواصلات من موقف كركر الدولي باتجاه محطة قطارات أسوان وأيضا باتجاه مواقف النقل الجماعي في محافظة أسوان إلى محافظات الجمهورية المختلفة. أما على الأرض من ناحية قدوم الوافدين أيضا إلى الدولة المصرية، سوف نجد هذه الباصات أو هذه الحافلات التي وصلت للتو عبر المعديات التي تعمل على خط مرسى حجر الشمس ومرسى أبو سمبل. وصلت هذه الشاحنات عبر معديات المحافظة وأيضا المعديتين الخاصتين بالقوات المسلحة وهي أحمس وكيلوباترا، والتي تنقل على مدار اليوم الألاف من العابرين إلى الأراضي المصرية سواء من السودان أو من مختلف جنسيات العالم. أيضا سوف نجد في هذا الحافلة الصغيرة يمكن التي وصلت التو، هذا هو طريق العودة من الدولة المصرية إلى الدولة السودانية الذي كنا نتحدث عنه في الأيام الماضية. بعض الشاحنات التي أو بعض الحافلات الصغيرة التي بدأت تظهر
لتشق طريقا جديدا وهو طريق العودة إلى السودان بعد إغلاق كافة المطارات في الدولة السودانية. نجد أن هناك بعض السودانيين في الخارج جاءوا إلى مصر عبر المطارات المصرية ويحاولون الدخول عبر المعابر الحدودية المصرية وأبرزهم معبر أركين ومعبر قسطل للعودة إلى الدولة السودانية للإطمئنان على زاوية. بنشكرك مراسلنا أشرف مبارك كان معنا من معبر قسطل. أيام وتواريخ وأحداث في تاريخنا لا تنسى. اليوم إحياء الذكرى السنوية لنكبة الشعب الفلسطيني. 15 مايو من كل عام يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة، حيث يتذكر الفلسطينيون ما حل بهم من مأساة إنسانية وتهجير. وتأتي هذه الذكرى لليوم التالي لإعلان قيام دولة إسرائيل في 14 مايو 1948. نتابع. في 15 من مايو من عام 1948 وغداة الإعلان عن قيام دولة إسرائيل، اعتبر الفلسطينيون ذلك اليوم يوم نكبة واتخذوه ذكرى سنوية يحيون فيه والمتضامنون مع قضيتهم في جميع أنحاء العالم ما حل بهم نتيجة احتلال إسرائيل لأراضيهم. وتعتبر ذكرى النكبة من أهم المناسبات التي يحييها الشعب الفلسطيني، خاصة اللاجئين والمهجرين. وترمز النكبة إلى عملية التهجير الجماعي والطرد القسري التي تعرض إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين منذ عام 1948، وتأكيدهم تمسكهم بحق العودة لأراضيهم تنفيذا للقرار الأممي 194. ويعود تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي قبل ذلك التاريخ بعقود، والذي بلغ ذروته عام 1917 بإعلان ما سمي وعد بلفور، الذي تم بموجبه إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وإنهاء تبعيتها للدولة العثمانية المهزومة في الحرب العالمية الأولى. كما فتح الطريق أمام الحركة الصهيونية المسمى بالوكالة اليهودية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بكل الوسائل، وتنظيم هجرة اليهود الجماعية إلى فلسطين من مختلف أنحاء العالم. واستخدم اليهود منذ ذلك التاريخ كل الوسائل لطرد أصحاب الأرض لإقامة دولتهم، وهو ما اعتبره الفلسطينيون يوم نكبة لن يمحوها إلا استرداد حقهم المسلوب.